مياه هذا النهر غير نظيفة ومع ذلك يشربها الناس، والسبب كما تقول سارة إيشيلافو ابنة 15 هو أنه لا تتوفر هنا في غرب كينيا مياه صالحة للشرب. نحن نصاب كثيرا بأمراض مثل التيفود والكوليرا، ولذا ينصحنا الأطباء بغلي الماء قبل شربه. غلي الماء يعتبر بالنسبة للكثيرين الوسيلة الوحيدة لتطهيره من البكتيريا المسببة للأمراض. مولي أدهيمابو تقوم أيضاً كل أسبوع بغلي 4 أوعية مليئة بالماء كهذه، وهي تحتاج لذلك إلى كمية كبيرة من الحطب، واليوم جمعت منه حوالي 20 كيلوغراماً من الغابات الجبلية، لكن ذلك يستغرق ساعات كثيرة ولا يخلو من مخاطر. حراس الغابة يلاحقوننا وأحياناً نعطيهم بعض المال كي يسمحوا لنا بجمع الحطب، فنحن لا يمكننا العيش بدون حطب. بإمكان الناس هنا شراء الحطب، لكن ذلك مكلف جداً بالنسبة لهم، لذا يقومون بجمعه من الغابة بطريقة غير مشروعة. في العقود الأخيرة تقلصت مساحات الغابات في كينيا بحوالي النصف. ميكل فيستاغارد فرانسن يريد تغيير ذلك، وقامت شركته بتوزيع 900,000 من فلاتر الماء هذه على السكان كبديل لغلي الماء، وبهذه الطريقة يحصلون على ماء نظيف دون حرق للحطب وتلويث للبيئة. ولأن هذا المشروع يسهم في خفض ثاني أكسيد الكربون، يحصل ميكل فيستاغارد فرانسن على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ثم يبيعها ويسترجع بذلك الأموال التي استثمرها في المشروع. تمكنا في الأشهر الستة الأولى من خفض 1,350,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، وبعنا مقابل ذلك شهادات خفض الانبعاثات لمشترين يثقون في مشروعنا، فهم يعوضون بذلك نسبة الانبعاثات الكربونية الزائدة التي يتسببون بها. حصلت أسرة سارة إيشيلافو أيضا على فلتر الماء الذي يسمى بلايف سترو. تقول سارة إن والديها كانا في البداية مترددين لأنهما اعتدا على غلي الماء، لكنهما اقتنعا لاحقا بفوائد فلتر الماء إذ لم تعد هناك حاجة لشراء الحطب. بفضل فلتر لايف سترو نوفر 2,000 شلن في الأسبوع. وعلى عكس ذلك يتعين على مولي أدهيامبو الاستمرار في غلي الماء، فهي لم تحصل بعد على فلتر، لكن ذلك قد يتغير قريبا إذ يخطط لتوسيع المشروع، وحينها ستحصل مولي أيضا على ماء نظيف ودون عناء.